الهيمنة السياسية والتسقيط لشخصيات ذات مقبولية من قبل الجماهير من المنافسين، هكذا وصف إقصاء بعض المرشحين للدورة القادمة رغم كل الإجراءات القانونية المتبعة من قبلهم لخوض الانتخابات. مرشحين تم استبعادهم بحجة المساءلة والعدالة، مع العلم هم غير مشمولين، وأثبتوا كتب أو معلومات أنهم يعني يسمح لهم بالترشيح. وهذا طبعا هنالك ضغوطات كبيرة في بغداد على المجلس المفوضين وعلى المفوضية لاستبعاد شخصيات معينة، وهذه طبعا تدرج في خانة الاستهداف السياسي والمنافسة بين الأحزاب والكتل المهيمنة على القرار السياسي في بغداد. يتخوف المرشحين من إعادة سيناريو عام 2018 في بعض المناطق من نفوذ المال السياسي والسلاح المنفلت بتغيير إرادة الناخب نحو شخصيات خسرت ثقة الناخبين وتعود من جديد لقبة البرلمان بعد الترويج المبكر لهم بمشاريع تعود أغلبها للدولة، والضغط في مناطق أخرى لشخصيات تابعة لهم. اليوم احنا نتخوف من الانتخابات القادمة، لا المال السياسي يحدث الشرخ بين المواطن وبين المرشحين. ندعو الحكومة المركزية والمفوضية أخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص ومراقبة السلاح المنفلت. نتخوف بصراحة لا تعاد نفس الحالة في عام 2018، حصلت كثير خروقات أدت إلى تغيير إرادة الناخب، وهذا يجب معالجته من المفوضية ومن الحكومة المركزية. وتتوقع أوساط شعبية من مطحنة قادمة تستهدف بعض الشخصيات المرموقة كما حصل من إقصاء البعض، تتزامن مع قرب موعد الانتخابات لضمان فوز المقربين من مصدر القرار. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. هذا وأعلنت مفوضية الانتخابات انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين المصدق عليهم، فيما أشارت إلى استمرار الحملة حتى 7 من شهر تشرين الأول المقبل، أي قبل 3 أيام من انطلاق الانتخابات. ومن المقرر أن تصدق مفوضية الانتخابات على القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب القادم، وذلك بعد جملة استبعادات مفاجئة وانتقائية لمرشحين من تحالفات معينة، فيما استغرب خبراء قانون من استبعاد مرشحين صدقت المفوضية على مشاركتهم في الانتخابات بوقت سابق لتعود وتستبعدهم لاحقا، عادين الموضوع سابقة خطيرة قد تمهد لحالات مماثلة في الأيام المقبلة. في نينوى أقامت عشائر طي واللهاب والبحيات في منطقة القدس في الساحل الأيسر من مدينة الموصل تجمعا جماهيريا داعما للقيادي في تحالف عزم الشيخ أنوار الندى في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الشيخ الندى سيكون خير ممثل لأهالي مدينة الموصل داخل قبة البرلمان. من جانبه دعا الشيخ أنوار الندى خلال كلمته الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات وتفويت الفرصة على المستفيدين من العزوف الشعبي عن صناديق الاقتراع، لافتا الانتباه إلى أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة حقيقية للتغيير نحو الأفضل وتجاوز إخفاقات الماضي في مدينة الموصل، فيما أكد شيوخ ووجهاء العشائر دعم الشيخ الندى في الانتخابات المقبلة. اليوم بدعوة كريمة من عشائر حي القدس من الهيب والبحيات وطي وكل عشائرنا الكريمة، فهذه الدعوة الهدف منها حث المواطن وحث أهالي هذه المنطقة أو بالتحديد الدائرة الثامنة على التوجه إلى الانتخابات، ويكون وجودهم في الانتخابات 2021 حتى ينطون صوتهم للشخص المناسب في المكان المناسب. حضرنا هذا التجمع الغفير في حي القدس لجميع العشائر بكل أطيافها بكل مكوناتها دعما لتحالف عزم للشيخ أنور الندى تسلسل 81، ونشكر كل العشائر اللي شاركت في هذا التجمع الخير لدعم الشيخ أنور الندى.